بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أنا قبل كل شيء نحب فعلا يعني معناتها نشكر اللجنة على هذا الأداء فعلا يعني الرائع الذي يبشر إن شاء الله بدستور سوف يكون في أغلب ظني مرجع مش للدول العربية في الربيع العربي، وإنما إن شاء الله يكون مرجع الإنسانية. في الحقيقة أنا حضرت الجلسة الأولى للجنة هذه وتبين لي فهمت لا معناتها من ذلك الحين أن الهامات الموجودة العلمية في هذه اللجنة تبشر بكل خير، وفعلا فهمت لا معناتها اللي شفناه اليوم على الأقل فهمت لا معناتها يطمئننا على الدستور إن شاء الله. وسوف يكتشف الشعب معدن هذا المجلس، لأن معدن هذا المجلس معدن طيب إن شاء الله فهمت لا وأصيل، وهذا أول الغيث. في الحقيقة احنا عنا عقد مع الشعب التونسي في إنجاز هذا الدستور، ويجب أن نكون واضحين، لأن في العقد الوضوح مهم جدا. أنا نذكر أنه بالنسبة للفصل الأول من الدستور القديم 59 الذين قاموا عليه وبعدين فهمت لا خذوا 50 سنة من تنفيذه، في الحقيقة الله يغفر معناتها اللي كان فهمت، لكن غشوا شوية نسبيا الشعب التونسي في هذا الفصل الأول، بحيث أنه ذكر الإسلام كدين للدولة، لكن بعدين في خلال 50 سنة شفنا أنه الكثير من القوانين التي سنها فهمت لا معناتها البرلمانات التونسية للأسف في العديد منها فهمت لا معناتها تجاوز هذا المعنى. ولذلك ولو أني شخصيا فهمت لا معناتها رأى أنه لا يجب أن نحط أكثر من هذا ونحتفظ بالفصل الأول فقط، إنما يجب أن يكون كذلك فهمت لا واضح بالنسبة لمجتمعنا وللتونسيين جميعا أن هذا الفصل مش كلام، إنما كذلك فهمت لا يمكن للمجتمع التونسي أن يقبل أن يكون فهمت لا يعني الإسلام دين الدولة، وبعدين بعد 10 سنوات أو 5 سنوات أو 20 سنة يكون فهمت لا معناته يخرج من هذا من, من من هذا الدستور قوانين تخالف دين هذه الدولة. إذا أرجو لا أرجو أن نكتب هذا، وإنما أن يكون هناك توافق كما في دستور بريطانيا ما نكتبوهش لكن فاهمينه، أنه فهمت لا ما يجيش يوم من الأيام ممكن احنا نكون تحت التراب وناس فهمت لا يعني تتجاوز هذا الامر. الامر الاخير نحب ان نتكلم عليه هو موضوع الجيش. الجيش الوطني انا احبذ ان لا يفرط الشعب في التفويض لاي جهة من الجهات التنفيذية في الدولة بش أنها تكون فهمت راعي للجيش، وإنما أن يكون الجيش تحت المجلس، تحت أي مجلس، تحت المجلس النيابي، لأن هذه هي شوكة الدولة. وللأسف التاريخ وكل التجارب اللي بينت أن من يملك الجيش فهمت لا في يوم من الأيام قد يكون له فهمت لا نوع من أنواع التخويف للمجتمع. لذلك أنا أشوف في الدستور بتاعنا القادم إن شاء الله أن نفوض كل شيء، مش مشكلة فهمت، لأنه نفوض التشريع للمجلس التشريعي، ونفوض التنفيذ للحكومة وللرئاسة، ونفوض القضاء لأهل القضاء، إنما هذا الجهاز أنا رأى فهمت لا أنه يجب أن يبقى تحت المجلس ويبقى فهمت تحت أيدي ممثلي الشعب مباشرة. لذلك فهمت لا أنا إن شاء الله نقدم اقتراح في هذا الموضوع، وأرجو أن هذا الأمر ينظر إليه بجدية على الأقل فهمت لا في الفترة القادمة للدستور متاعنا إن شاء الله بإذن الله، حتى تخرج تونس من أي تهديد فهمت لا لمدنيتها ولحريتها.